السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع اسمه lmsys.org. الموقع ده فيه ميزة ان انت عايز تقارن بين النماذج اللغوية وعايز تشوف مين افضل. عندك مثلا جيميناي، عندك كلاودي، عندك GPT-3 او 4، عندك اصدارات كتيرة. تمام، فاول خانة هنا بيقول لك اكتب السؤال ومن غير ما تعرف ايه اللي هيجاوبك هتجيلك اجابتين انت تحدد. تمام، طيب انا مثلا عايز اقول له ايه كيفية ادارة المخلفات الصلبة، النفايات الصلبة. تمام، وهو عشوائي بيجيب لك اجابة موديل ايه وموديل بي. انا معرفش ايه اللي في موديل ايه ومعرفش ايه اللي في موديل بي، لكن هنقرا الاجابتين ونشوف ان الافضل ونقول له مثلا الاجابة بتاعت ايه هي الافضل، فساعتها هو يقول لي ده من اجابه مثلا من نموذج اكس مثلا، فساعتها خلاص اكس دوت هو اللي فوز. لان ممكن انت تسال سؤال للنموذج اللغوي لكن انت بتثق فيه، فمهما كانت الاجابه انت توافق عليها. تمام، فهم هو بدات الاجابتين هم شغالين، هو بعت الاجابه ليهم وبدا يتلقى الرد ويكتبوا لنا على طول. انت بشوف انت بالنسبة لك اني الافضل. ومستحيل هما الاتنين هيدوك نفس الاجابة، لان هما الاتنين نموذجين مختلفين، هما الاتنين ليهم خوارزميات معينة، هما الاتنين معتمدين على معلومات معينة وهكذا. انت ممكن اصلا يعني ايه دي فيها ميزة تانية، ان انت بتسأل نموذجين لغويين في نفس الوقت وتبدأ تاخد الاجابة، تبدأ تعمل بهم البحث العلمي بتاعك. تمام، طيب هو بقى بيقول لك انا الافضل النموذج ده ولا النموذج دوت. طيب انا بالنسبه لي مثلا نموذج ايه، هيبدا بقى ساعتها يقول لي خلي بالك النموذج دوت هو ده والنموذج ده اللي هو جيميناي، يبقى انا فضلت النموذج GPT-2 على جيميناي. ماشي، طيب تعال ناخد السؤال ده بقى ونروح لجزء تاني اللي هو سايد باي سايد، بس انا عارف وبقدر اختار الموديل. هنا انا عارف ده السؤال ده هيسال لي ايه وببدا اديهم هم نفس السؤال واشوف الاجابه هتبقى عامله ازاي. يبقى الاولاني انا مش عارف، هنا انا عارف ومنتظر الاجابه. تمام، على فكره هو حاطط شويه روابط حلوه جدا، جيت هاب و والحاجات دي كلها، حتى تحت هنا حاطط مواقع كويسه كاجل وتوجذر دوت اي اي وواكينج فيس. فنبدأ نشوف هنقارن بينهم بين السرعة انا اللي بجاوب احسن. خلي بالك ده بيجاوب بالانجليزي، تمام، رغم ان انا سأله بالعربي، فمعنى كده ان هو يعني فهمه للغة العربية مش احسن حاجة. تمام، فانت ممكن تاخد بقى الاجابة ديت وتبدأ تحطها في البحث بتاعك، تقدر تاخدها كوبي وتحطها في الوورد او الباوربوينت زي ما انا عايز. تمام، طيب هو هنا حتى في اي مكان بيديك الليدر بورد. بيبدا يجيب لك كل النماذج اللغويه ويبدا يقارن لك بينهم ويديك التقييم بتاعهم والترخيص بتاعهم وكل حاجه. تمام، وممكن انت تيجي تشوف الكاتيجوري هنا، وممكن اي واحد من دول تدوس عليه يبدا يفتح لك الموقع بتاعه وتقدر انت تخش على الموقع وتساله على طول. تمام، فدي من الحاجات الممتازة. فأنت مثلا دخلنا هنا على GPT-4 فتبدأ بقى تشوف تجربه مثلا في الباك جراوند أو في البلاي جراوند. طبعا كل موقع بيقيم أو بيركز على نقط معينة، فكل موقع بيقول إن هو الأحسن. يعني زي ما أنت شايف GPT-4 بيقارن نفسه بكذا إصدارات تانية، وحتى لو قارن نفسه بجيميناي وأي موقع تاني بيطلع نفسه هو الأفضل يعني. تمام، فدي برضو من ضمن الحاجات الجميلة اهي الروابط، هي تقدر انت تدخل عليها وتجربها. هسيب لك الرابط بتاع الموقع اسفل الفيديو، اتمنى يعجبك.